مساء الخير. بحلقة الليلة من توب 10 رح نتطرق لأسماء 10 فنانين لبنانيين بيتقاضوا أعلى أجور فنية. بالبداية إذا بنرجع شوي لورا منلاحظ أنه أبرز أسماء مرقت بالعصر الذهبي للفن العربي كانوا يحيوا حفلات مفتوحة لكافة طبقات المجتمع، وما كان الفن الراقي بوقتها حكر بس على الطبقة الغنية والأثرياء. وأكبر مثال على هذا الشيء الشيخ سيد درويش اللي كان مدرسة بالموسيقى الشرقية لأجيال واللي كان يغني للفقراء والعمال فلقب بفنان الشعب. بقي الفن محافظ على أصالته إلى حين وفاة كبار الفنانين أمثال الست أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. أمر تزامن مع تصاعد نجومية المغنيين الشعبيين المعروفين بإحياء الحفلات والأعراس الشعبية، فبدأت أسهم الفن الأصيل بالهبوط. التغير الاقتصادي كذلك فرض نفسه على الفن، فمع نمو الرأسمالية وتحول المجتمع إلى استهلاكي تحول الفن بالتوازي إلى سلعة، فصار اسم الفنان اليوم عبارة عن ماركة تجارية، ومثل أي منتج أجره خاضع لقانون العرض والطلب واسمه إله وقع خاص بالبورصة الفنية. ودايماً أنا بقول الفن الفنان بينجح يلي ما بيبقى لاحق المادي. يعني باختصار ومع مرور الزمن تراجع مستوى الفن وزاد الأجر. أما بلبنان الفنانين اللي بينالوا أعلى أجور هن المغنيين. بنبسط إنه بطلع مصاري أكيد مش الممثلين. بح شوفهم قاعدين عم يكش دبان. أما المفاجأة الأكبر، هل كنتوا بتعرفوا إنه الموظف اللبناني اللي بيتقاضى الحد الأدنى للأجور بيلزمه ما يعادل 9 سنين ليحصل مبلغ بيقبضه فنان لبناني معروف عن حفلة وحدة بس حتى ولو غنى بلاي باك؟ لكن أجر الفنان عموماً غير ثابت وخاضع لعدة اعتبارات، فالأجر مثلاً بيرتفع بحال كانت الحفلة مصورة كمان ومرتبط بمكان الحفل وحجمه. مشان هيك هالحلقة بيستعرض الرينجز أو مستوى الأسعار اللي بيتقاضوه المغنيين الأعلى أجراً بلبنان على الحفلات بشكل عام باستثناء الأعراس والحفلات الخاصة إلى جانب أي مداخيل أخرى. لما مش قلت لك تقلع الأول؟ ومنلفت الانتباه لأنه الأرقام الواردة بالحلقة منا نهائية، كما أنه التراتبية ما بتعبر عن أهمية الفنان نفسه، ومنترك لكم تقييم مدى أحقية كل فنان بالرقم المطروح. بالمرتبة العاشرة إليسا. أنا شخص من عائلة متوسطة. مجرد ما نتابع كليبات إليسا وطابعهم الأرستقراطي من حيث الأجواء الأوروبية والمودلز الأجانب دايما بتعرف تلقائياً مين الفنانات اللي بتقاضوا أجر عالي. فأجر إليسا بيتراوح بين $40,000 و $50,000 على الحفلة. وبفتكر نجاح حفلات إليسا راجع لنجاح ألبوماتها. كاريزما تعيدها على المسرح غير صوتها على السيديات، هي أكتر نسبة مبيع بتبيع إليسا. إلا أنه أبرز مداخيلها اللي تقدر بملايين الدولارات كانت عن طريق عالم الإعلانات، فإليسا من أكتر النجمات اللي تم التعاقد معهم للترويج الدعائي. وأطلقت مؤخراً عطر بيحمل اسمها. هذا بالإضافة لبدل اختيارها كحكم ضمن لجنة برنامج إكس فاكتور. وحبيت الفكرة ولو أنه إتس اسمها إيه جيت لعندك؟ جيت للبنان. باردون؟ جيت للبنان. أنا ما حبيت. إليسا من مواليد دير الأحمر، ابتدت كتلميذة علوم سياسية، الأمر يلي بفسر تمسكها ومجاهرتها بمواقف سياسية معينة. ليك أنا بحب كثير سمير جعجع، بحبه لألا شخصه. إلى أنه قرر تنتقل للتمثيل ضمن مسرح الشانسونيي للفنان الراحل واسم طبارة ومسرح الساعة 10. معنا المرشحة على الانتخابات عن دائرة برج حمود، تفضلي أم جورجات. آي تعود بعدها وتشارك سنة 92 ببرنامج ستوديو الفن. القلب يحبي مرة ما يحبش مرتين. هنيك ليلة الميدالية الفضية. هو إذا ما شافوا فيه يعني مشروع شخص ممكن يطلع منه شيء. ارتبطت الصور الأولى لإليسا بالشرشف والإثارة، وعرف اسمها فعليا بعد غناء الديو الشهير مع الفنان راغب عليمي. جني وغني عني ومني أحلى ديو مع الفنان راغب عليمي اللي كمان كان بوش كتير كبير لإلي بمسيرتي. استطاعت البروز بالمحافل الدولية. إليسا with best anak. ونالت جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards 3 مرات، أمر يعد استثنائي. I'm very happy to be here tonight. Thanks. I want to thanks. Thank you. Thanks, Highness.
وليد بن طلال، كما أنه شاركت بديو مع الفنان العالمي كريس ديبرغ. أليسا ما بقى بتوقع أنه فيها تعمل شيء، خلاص هويهم. لكن ما يقال أنه حاملة لقب ملكة الإحساس بتترجم إحساساً بالغناء المباشر بأداء أقل مستوى من الغناء المسجل. خايفة ما قبلكش أنا بعدي. It's okay، طبق مش طبق. بس أنت عم تحكي هلأ لايف وستيج، عندها مشكلة. برجع بقول لها بنصحك تغني بلاي باك، بتروح فيها يمكن. This goes to my country Lebanon and to the great Lebanese people. بالمرتبة التاسعة. أنت مطرب شاب؟ شاب؟ أيوة. معروف؟ أيوة. راغب عليمي. لو كان الفقر رجلاً لقتلته. لابد أنه لقب مثل سوبر ستار العرب إلو تقلو المادة بالسوق. راغب، أنا دايماً بقول بمقابلاتي أنه منه هيني أنك أنت تبقى 30 سنة سوبر ستار. فالمعدل العام لأجل الفنان راغب عليمي بيتراوح بين الأربعين والخمسين ألف دولار على الحفلة. المطرب التاني ما بيقبل، بيقول لك انا ما بغني اذا ما كان فوال المحل. هو لا، قال لي ما بغني غير ما يكون المصريات معي، ما خصني انا تعبي ما متعبي اغرم على دولار واحد. اذا حدا بدي يسرقني ممكن اني تبين ابخل انسان. اما تجربته كرئيس لجنه تحكيم برنامج عرب ايدول فتقاضى عنا حوالي 500 الف دولار عن الموسم، اي ما يعادل 24 الف دولار عن الحلقه. هيدا بده شغل هاند ميد، شغل صناعه يد بالغنى. يعطيك الف عافيه، احسنت، برافو 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 عليك. لأنه هذه الأرقام منا صدفة، بل نتيجة مجهود 30 سنة قدروا يحولوا راغب عليمي لعلامة فارقة بالفن. قدر يقطع مراحل كتير صعبة غيره ما قدر قطعها. ابن لعائلة متواضعة من الضاحية الجنوبية، عرف الشهرة سنة 1980 عن طريق برنامج استوديو الفن. راغب يا روحي لما نامت فرحك تكمل، حيث نال المرتبة الأولى عن فئة الأغنية الشعبية. كان من أوائل مين اعتمدوا تقنية الكليب المصور سنة 1990 بعد طرحه كليب أغنية قلبي عاشقها، إخراج رجا زهر. قلبي عاشقها والعيون ويتها وأهلها يرضون. وبوقت كانت الحرب اللبنانية فيها بأوجها، النفوس مشحونة والقتال سيد الموقف، كانت الأغاني اللي بتتمتع بإيقاع شبابي خفيف ونوع من الرومانسية الشفافة كأغاني راغب عليمي عم بتلاقي الصدى وتحفر مساحة بالذاكرة اللبنانية. ولمكافحة الاحتكار، راغب المغني والملحن بينتج أعماله بنفسه وبيملك مع خيه خضر عليمي شركة إنتاج باسم Backstage Productions، بالإضافة لامتلاكه وترأسه مدارس السان جورج، كما رسخ اسمه التجاري بعد طرحه عطره الخاص. هو نزل للرجال، بس دايما الرجال النسوان اللي نحصها بكل شيء. أما زوجته جيهان عليمي فبتملك خطوط من تصاميم المجوهرات. فأنا اسمي جيهان ودي هي دايمن، دي جيهان. أنا بقول لك إذا برجع لأغنياتي في كتير أغاني ظلم مثل الجو ظلمة، كان أغاني كتير كتير حلو، بس صار مدة كتير ما عمل شيء راغب. بتمنى على راغب إنه ما يبلش يتعب ويزهق، إنه يعني بالنهاية المال ما بغير شيء بالإنسان، بغير طريقة عيشته بس. بالمرتبة الثامنة نانسي عجرم. God gave me more than I expected. بالرغم من أنه نانسي بتتقاضى بمجال الحفلات أرقام مقاربة لأجر الفنان راغب عليمي، يعني ما بين 40 و 50 ألف دولار على الحفلة، إلا أنه أجره كحكم بلجنة برنامج عرب آيدل خليها تتفوق من حيث المرتبة على راغب. نانسي على فكرة كتير عربشة دغري. فمع أنه راغب رئيس لجنة التحكيم، إلا أنه نانسي تقاضت 660 ألف دولار عن موسم البرنامج، يعني ما يعادل 32 ألف دولار عن الحلقة. إنه يقلها لأنابيلا إنه الناس اللي عم يحضرونا والناس الموجودين هون بحبوا يسمعوا نحنا شو بدنا نحكي. البرامج عم نشوفها على التلفزيون عم ياخذوا على الحفلة، بتعرفي أنت يعني بشحت 100 ألف على كل بروجرام، عدي قديه. هذا بالإضافة لمداخيل أخرى بالملايين عن طريق الإعلانات التلفزيونية. نانسي عجرم بتعرفي باللغة الإنجليزية بيقولوا The Girl Next Door. بس نانسي منا دخيلة على عالم الفن، فمن أيام الطفولة وعلى عكس بنات جيلة ما كانت الفروض المدرسية محور حياتها أو شغلها الشاغل، إنما الهدف كان التأسيس لمستقبل فني واعي. وهيك صار، أطلقت ألبومها الأول بعمر 15 سنة.
أما نقطة التحول بمسيرتها المهنية فكان التعاون الفني مع مدير أعمالها الحالي جيجي لامارا. عرفت الشهرة الواسعة بعد إطلاق أغنية أخصمك آه، حيث طرحت نفسها بصورة مثيرة بكليب من إخراج نادين لبكي. عمل أثار الجدل وحفيظة نواب بمجلس الشعب المصري، فتقدموا بطلب لمنع عرض الأغنية. مهضومة وصوتها حلو، لو غنانية ما بيبرزوا جمال صوتها، بس واحد بينبسط يحضرها. بس سرعان ما تلافت نانسي الوقوع بصورة البنت المغرية واستبدلتها بشخصية البنت الشقية الدلوعة المحببة عند الكل حتى الأطفال. خلى الناس كتير تتقبلها وكتير تحبها وتتهافت على حفلاتها. كاركتيرها بضل بيبي فيس ما بيكبر، وهيدي ميزة عند الفنان. أما على صعيد عالمي، اختارتها الإعلامية البارزة أوبرا وينفري لتظهر بحلقة حول أكثر النجوم شعبية بالعالم. نانسي أجرام is the Britney Spears of the Middle East. Something big is waiting for me. كمان ربحت جائزة الWorld Music Award مرتين. And a million thanks go to my fans. نانسي أيضاً بتنتج لنفسها من خلال شركتها للإنتاج Into Music. توقع من نانسي أنه هي تعمل الشوات الموسيقال الضخمة الحلوة. إذا بعد تحكي كلمة بدي أحرق دوليب هون هلأ. بالمرتبة السابعة هيفا وهبي. أكيد اليوم الاسم الكبير رقمه كبير. هيفا is a product. من الملفت أنه الفتاة الجميلة اللي كانت يوماً موديل بكليب عاصي الحليني غفلون وما تلعين، تتحول بعدها لمغنية بتنافسه من حيث الأجر. هيفا أيضاً تتقاضى ما بين 40 و 50 ألف دولار عن الحفل. واو، عندها شعبية وأنا بتحبها. طلبت 10,000 دولار على الحلقة بس؟ لو أنا بدي أعمل حفلة ما بدفع لها الأرض. هيفا فنانة استعراضية وممثلة برصيدة 5 ألبومات. يوم تغيب يوم تعود يوم أشواق يوم ورود. ابنة ضيعة محروني بدأت مشوارها كموديل بعد نيلة لقب ملكة جمال الجنوب، فشاركت بالعديد من الإعلانات التلفزيونية. طر العاشة طر العاشة بيلبش قلبك في الغسيل لتحطي من مسحة وشعة. جمالة كان بطاقة عبور لعالم الفن سنة 2002 عبر شركة روتانا. حميتني، يعني لوجو روتانا كان رفقني. حيث قدمت نمط جديد من الأداء الغنائي يلي بيعتمد على القليل من القدرات الصوتية والكتير من الدلع والرأس المغري. محطة السي ان ان طرحتها كظاهرة فنية. I will use the best of me to do the best out there. عليكي بعيد بكي. تحولت هيفا لديفا مع خلقها لمعايير جديدة للمظهر الأنثوي، فصرنا نشوف الشعر الأسود والكات آيز على كتير من النساء، كما ألهمت العديد من النكت. شو الفرق بين هيفا والبحر؟ هاي أول مرة بنسمعها نحن. البحر كتير مالح، هيفا كتير حلوة. حتى حياتها الخاصة نالت قدر كبير من الاهتمام وصارت جزء لا يتجزأ من شهرتها. بليز بليز خلص فينا ما أحكي عن الموضوع. ويقال إنه تكاليف زفافها بزوجها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تخطت العشر ملايين دولار، كما أطلقت خط مجوهرات خاص فيها. هيفا من بفتكر أنا من أكثر الفنانات ذكاءً بصناعة الماركة الشخصية. في ناس بحبوا بقلوبهم مش بعقلهم. الخلاصة مش كتير مهم إذا استهزأت بالمستوى الفني اللي بتقدمه هيفا أو اعتبرته هابط، فبالحقيقة ومثل ما بيقول المثل يضحك كثيراً من يضحك أخيراً. بالمرتبة السادسة وائل كفوري. والموهبة هي استعداد فطري مثل ما بيقولوا. مطرب الرومانسي المعروف بقدراته الصوتية العالية بيتقاضى بين 40 و 50 ألف دولار عن الحفلة. كان لازم يكون بالأجر العالي، بالأجر السوبر عالي. وائل مثلا هاي السنتين ثلاثة ما نزل غنية بينزل أجره، بس ما بينزل تحت 40,000. هذا بالإضافة لمردود مادي كبير لقاء مشاركته كحكم ببرنامج إكس فاكتور. أحلام تتحقق وهذا صار معي. وعدد من الإعلانات. ميشيل كفوري انشهر باسم وائل، هو الاسم الفني يلي اختاره المخرج سيمو أسمر لرفع الصبغة الطائفية عنه وإطلاقه بالعالم العربي. يا هوا روحه إله ومنشتغي عن جد بحب.
كانت انطلاقة وائل كفوري عبر برنامج استوديو الفن سنة 92 وين فاز بالميدالية الذهبية بالإضافة لتكريم من اللجنة على موهبته. العاصفة هبت مرتين عوائل ما بين أغنية ليل ورعد وبرد وريح ومعقول تشتي بقاب. بالحالتين شتت أرباح ومكافآت مالية ومعجبات. ليل ورعد وبرد وريح دنيا برا مجنونة. نقصد مندفع مصاري لنروح نحضره. بعد التحاقه بالجيش بنهاية عام 96 حاول عبر الغناء يشجع الشباب اللبناني على تأدية واجب الخدمة العسكرية. أنا رايح بكرة على الجيش جنك بين رفاقي. أشهر أعماله بالبديات الديو اللي جمعوا بالفنانة نوال الزغبي. وكان له تجربة يتيمة بالتمثيل السينمائي بفيلم بحر النجوم إلا أنه ما كانت كتير موفقة. الإنسان ممكن يغلط بحياته. أنت لازم تكون أهم من هيك بكتير. وقال لازم تحطه بيمكن بين أوائل المرتبات لأن صوته كتير حلو. ضعت ما شح مالك. بالمرتبة الخامسة عاصي الحلاني. كتير مهم الفنان يعرف يعمل برستيج لحاله. بالإضافة لكونه فارس الغناء العربي كذلك بيتربع عاصي الحلاني على صهوة أعلى الأجور الفنية فهو بيتقاضى ما بين الأربعين والخمسين ألف دولار على الحفلة. سعره معروف بين الأربعين خمسة وأربعين خمسين. أما بدل مشاركته كحكم ببرنامج The Voice فبيقارب الخمسمائة ألف دولار عن الموسم. ما تنسوا تعطوا الأصوات لفريق الحلاني. انطلاقة ابن بعلبك محمد الحلاني اللي عرف لاحقا باسم عاصي كانت عبر برنامج استوديو الفن سنة 88 حيث نال الميدالية الفضية عن اللون الفولكلوري. عاصي الحلاني منه ابن اليوم، يعني بس تقولي عاصي الحلاني بتقول الدبكة السواحلة البدوي. من البداية نجح ابن بعلبك بتحدي صعب وقدر بأسلوب الخاص بالغناء والتلحين يبث الحياة باللون الفولكلوري والبدوي ويجعل منه فن شبابي محبب. كما يعد من الفنانين القليل الملمين بتقنيات الحركة الراقصة على المسرح وفن الدبكة لا سيما بعد تعاونه المسرحي مع فرقة كاراكلا بأوبرا الضيعة. فرحت أكبر أني عم حقق هذا الطموح مع فرقة عظيمة. شاهدت كليباته على قصة حبه بزوجته ملكة الجمال السابقة كوليت بولوس. دائما في مصطلح من كل الناس تعرفه أنه الفنان ما لازم يتزوج. وسمى أبو الوليد ابنه البكر تيمنا بالأمير وليد بن طلال. ابني الوحي اللي سميته باسمك بالوافع اللبناني. يملك عاصي مزرعة كبيرة للخيل بضيعة الحلانية ومطعم بيحمل اسمه. أنا بعتبر الخيل هو إرث لازم ننتبه له لأنه هو جزء من تراثنا العربي. كمان عاصي بيستاهل أي أجر بيتلمه. بس ولو أنه أجره يعد رقم كبير إلا أنه هنيك رقم بيتفوق عليه بأضعاف وهو لا شك عدد التعليقات اللي تناولت جملة عاصي الشهيرة ليش في أحلى من لبنان. بالمرتبة الرابعة نستقبل على مسرح الدنيا دولاب الفنانة والمطربة المحبوبة نجوى كرم. أعطيه 20 دولار. حاملة لقب شمس الغنية اللبنانية بتتقاضى بين 50 و70 ألف دولار عن الحفلة بشكل تقريبي. بعتقد أنه يمكن تستاهل أكثر من هيك يمكن لأن أنا بحبها ما بعرف. أما بالنسبة لمشاركتها الناجحة بلجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent اتقاضت نجوى 600 ألف دولار عن الموسم أي حوالي 43 ألف دولار عن الحلقة. نجوى كرم بفنها ما بتشبه حدا. هل تقبليني زوجي لك؟ بس نجوى صاحبت مسيرة فنية طويلة وحافلة بالنجاح. اللي أنا موعيت على اسم نجوى كرم. فبنت زحلي بدأت طريقة كمدرسة بمدرسة يسوع الملك إلا أنه شاركت ببرنامج ليالي لبنان وفازت بالميدالية الذهبية سنة 89. صوتها قبل مش مثل صوتها هلأ. من وقتها لليوم انفردت نجوى بأسلوبها الغنائي المميز بالاعتماد على صوتها الجبلي اللون الشعبي. ولا تبيع روحي عن حالها غناء المواويل العتابة والمجانة وعكس كتار إصرار على استخدام اللهجة اللبنانية فقط.
حتى ولو كان التوجه السعودي، كحين إهداء الأغنية الشهيرة طال عمرك طال للأمير الوليد بن طلال، وأغنية عطر المجد السعودي بمناسبة زفاف بنته الأميرة ريم، فكانت الفنانة المدللة بشركة روتانا. كما مثلت العديد من الإعلانات. خشوني ترهول بهتان. من أشهر أعمالها ديو الغنائي اللي جمعها بالعملاق الراحل وديع الصافي. وبصديق الأمس ملحم بركات، تقديرا لنجاحها كرمتها بلدية زحلة بإطلاق اسمها على أحد أكبر شوارع المدينة. أنا ما فيني أنسى كل شوارع زحلة. بعد هالمسيرة الفنية بتستاهل إنه تطلب أجر عالي. إني بغني مش لأنه بغني صوتي حلو، بغني لأحمل صوت لبنان أولا. بالمرتبة الثالثة جوليا بطرس. وحتى لو ما بتحبني بس بدك بالقليلة يمكن تحترم قناعتي. جوليا بطرس بمكان تاني يعني هيك لحالة. بالرغم من أنه توجه الفنانة جوليا بطرس كان بالدرجة الأولى لقضايا الشعب، إلا أنه أجرى نخبوي، فجوليا ما بتتقاضى أقل من ما يقارب $100,000 عن الحفلة. بس ما بتتعامل مع متعهدين حفلات، بل بتنتج بنفسها، وهي من الفنانات المقلات بحفلاتهم وطلاتهم. ولما الفنان بيكون حفلاته مقلة أجره بيطلع، لأنه الإقبال بيصير لما بيعمل حفلة بيجي إقبال كتير ناس. حاجة الناس لفن جوليا بطرس بيكفلها إنه يكون سعر اللي عم يعني إنها تتقاضى سعر كتير غالي على الشيء اللي بتقدمه. وهي من الفنانات المقلات بحفلاتهم وطلاتهم. بدأت مسيرة جوليا بسن صغير. وسطع نجمة بأوائل الثمانينات بالتزامن مع الحرب الأهلية. اشتدت الحاجة لصوت يعبر عن غضب الشارع، وسرعان ما أصبحت جوليا من الفنانين القليل جداً الملتزمين بقضايا وطنية ونهج المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. صاروا يقولوا إنه عطول عايشة على الدبابة، يعني مثلاً إنه ما بتتحمم. اكتسب صوتها وأغنية رمزية خاصة بين أوساط المقاومين والثوار. ميول جوليا السياسية طبعاً منها سر مخفي. سماحة السيد حسن نصر الله صار قائد العرب، يعني رغماً عن أنف من لا يعترف بهذا الواقع يعني. لا سيما بعد إطلاق أغنية أحبائي من كلمات رسالة وجهها السيد حسن نصر الله للمقاومين خلال حرب تموز 2006. وصلتني رسالتكم وسمعت مقالتكم وأنتم والله كما قلت رجال. خلقت جدل كتير كبير. إلا أنه قناة المنار ما عرضت كليب الأغنية، والأهم قامت بإحياء مجموعة حفلات داخل وخارج لبنان، استطاعت عبرهم جمع مبلغ $3,000,000 تبرع لعائلات ضحايا حرب تموز وشهداء الجيش اللبناني بأحداث نهر البلد. المبلغ اللي توصلنا له هو $3,000,000. باختصار جوليا فنانة أثبتت أنه الصوت الجميل قادر يكون من أشرس المقاومين، وأن الفن موقف. جوليا إنسانة ملتزمة، فن ملتزم. أنا مصدقة حالي، مصدقة شو عم بحكي، مصدقة شو عم غني، مصدقة القضية اللي عم غني من أجلها، لذلك أنا ربحانة حالي. بالمرتبة الثانية مش رح أحكي ولا كلمة، يعني إذا ما فنها بيحكي أنا بطل التلفزيون. كن صديقي. الفنانة الراقية ماجدة الرومي بتتقاضى ما لا يقل عن $250,000 عن الحفلة تقريبا. أداء جيد جدا، أكيد تستاهل. وبفتكر أنه كمان محبة الناس لإلها بتخلي أنه المنتجين كتير يكونوا محمسين أنه يقدموا حفلات تحية ماجدة الرومي. مع العلم أنه أيضاً قليلة الحفلات والإطلالات، ماجدة بنت الموسيقار من أصل فلسطيني حليم الرومي. في اعتقاد أنه ماجدة راح تكون هديك المطربة الناضجة، طبعاً بيكون اعتقاد مع الاحترام، يعني
خطأ شوي خاطئ. ولدت دكفرشيما ودرست الأدب العربي بالجامعة اللبنانية، الأمر اللي بيفسر أسلوبها المنمق بالكلام وطريقة التعبير. بالرغم من معارضة والدها بالبداية دخولها مجال الفن، شاركت ببرنامج استوديو الفن ونالت المركز الأول. أنا قلبي قليل يلي حتحبي. عرفت الشهرة مع أغنيتها الأولى عم بحلمك يا حلم يا لبنان ببداية الحرب الأهلية سنة 75. عم بحلمك يا حلم يا لبنان. أما أبرز أغنياتها الوطنية فكانت أغنية يا بيروت من كلمات الشاعر نزار قباني. حتى الأطفال نالوا حصة من غناء ماجدة مع أغاني مثل عندي بيسي. على صعيد التمثيل خاضت تجربة سينمائية يتيمة، نالت النجاح بفيلم عودة الابن الضال للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين. خلف شخصيتها الهادية والرزينة شخصية البنت الشقية والحيوية يلي منشوفها عادة بكليبات أغانيها. يؤخذ على ماجدة تصريحات وآراء سياسية اعتبرها البعض بتناقض صورتها الوطنية. مش لأني أنا إلي علاقة بالسياسي، أنا مرة بغني ما إلي علاقة بالسياسي، في كتار مثلك. لا سيما بعد إعلانها الأخير خلال حفل بالبحرين عن موقفها المساند للنظام الحاكم. جينا نحييكم شعبا وقيادة. تروح للإنسان المتألم تحضنه، لأنه أنا إنسان، أنا قبل كل شيء إنسانية. بالمرتبة الأولى هي إذا فكرت هي دولة، هي لوحدها دولة. في فيروز وحدة بالدنيا، ربنا ما رح يخلق غيرها. أعزائي المستمعين، مع كل طلعة صباح إنه صوت السيدة فيروز. مع احترامنا وتقديرنا لكل الأسماء يلي وردت، بس لا شك إنه السيدة فيروز تخطت إطار التقييم. بس هلأ ما بتذكر شكل وجهك. وبالتالي مش غريب نعرف انها بتتقاضى عن الحفله ما يقارب ال $700,000 وما فوق. يعني بعتقد تستاهل، تستاهل المليون كمان. اذا فيروز ما بدها تاخذ على اجر مين؟ مين بده ياخده؟ علما انها ما بتتعامل مع متعهد، بل بتنتج حفلاتها القليله جدا وغالبا بتكون مصوره. صباح ومساء شي ما بينتهي. وهات حداد هو اسم فيروز الحقيقي. بدأت مسيرتها الفنية سنة 1940 ككورس بالإذاعة اللبنانية. من البيت للإذاعة هذا كان نشاطي، يعني ما كان في مشاوير تاني. إلى أن جمع القدر بالموسيقار المبدع عاصر الرحباني فأطلقها بعالم النجومية وأصبح شريك حياتها. ما بعرف ليش وبغار عليك، الله يخليك، خليك بالبيت. اشتهرت فيه الأغاني العربية بطول مدتها ومواضيعها التقليدية. أحدثت فيروز مع الأخوين الرحباني نقلة نوعية عبر ابتكار أغاني امتازت بقصر المدة وعمق المضمون. بيعرفوا شو بشو بيمرق الواحد لهاللحظات يقدم لهم إياها. فارتبط فنن بقيم البساطة والطبيعة والحب البريء. قلت لهم بدي القمر، قالوا القمر غالي. غنت فيروز على معظم مسارح العالم. قدمت حوالي 15 مسرحية غنائية. ألو كحلون. ومثلت 3 أفلام سينمائية. أهالي لو شافوك أكد رح يقتلوك. كما حملت قضية فلسطين بصوتها فرتلت بالقدس سنة 1964. الله دمو الساطع قادن وأنا كل إيمان. ومنحت مفتاح المدينة المصنوعة من خشب الزيتون. هي إذا بدك الأنتيبيوتيك يلي بينبخ على الفن العربي. أعطيت فيروز ألقاب كتيرة أبرزها سفيرتنا إلى النجوم، لكن أهم ما منحته فيروز بالمقابل هو قدرتها الاستثنائية على جمع اللبنانيين على اختلافهم وخلافهم. Quand le Liban il est menacé de division, il y a pour moi un monument indivisible qui s'appelle Fairouz. بس أنت، أنت وبس، بس أنت، أنت وبس. مثل ما شفنا بنهاية حلقة توب 10، تقدم عصر الصورة وتزايد أهمية التسويق الدعائي ساهموا بمنح الفنانين اليوم مداخيل إضافية باهظة ممكن تتخطى أجر الحفلات ومبيعات الألبومات.
كل ما واحد يكون محبوب ومرغوب، كل ما تغلى سهرته وكل ما تكبر، وأهم عن طريق مشاركتهم بلجان تحكيم برامج الهواد والإعلانات التلفزيونية. بس منذكر من جديد بأنه أرقام الأجور يلي انذكرت خلال الحلقة تقريبية وغير نهائية، والباب مفتوح أمام أي فنان عنده أي توضيح. هذه كانت حلقة توب 10 لليلة. ترقبونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة أكيد كلها مواضيع إلى علاقة بالسقف اللبناني. تصبحوا على خير.